لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. يا شباب اديكم قصة السيارة بلا موية. قول تخيل يوم انا وزكريا طالعين طريق المدينة، تخيل ايش حصل؟ ايش؟ السيارة ما فيها ولا قطرة موية، موية اللديتر خلصت علينا. اشرف تندى معاكم؟ ايوه كان معانا في الخط ماشيين سوا. المهم انقطعنا، ما في موية، في موية ما في موية، ندور موية ما في موية. افتكرنا عندنا طبق بيت في الشنطة، بيت بلدي يحب قلبك. المهم قال ونشيل طبق البيت نحطه في الشكمان بدل ايه؟ بدل الموية. مشينا شويتين تخيلوا الشكمان ايش يطلع؟ ايش؟ شكشوكة. السلام عليكم. سلام نظر. واحد صفر. ايه فقي وخر اشتاكم انتم؟ هلا والله بالمنقبين. سلامات. مصدقين انه في كورونا؟ حبيبي انت ما تشوف الاخبار؟ اشاعات يا حبيبي، هذه لعبة كبيرة اكبر منكم. وليش يلعبون علينا؟ عشان يتخلصون منكم من اشكالك، يقنعونك بالتطعيمة هم من الطزها، وبعد سنتين تموت انت وياه وما يبقى بالعالم الا الاذكياء مثلي. ابوك الخوف البطل. يا ولادي فكري خلني الحق على موعد الجرعه الثانيه. اصبر يبا، الحين بثبت لك ان اللقاح حقهم في مغناطيس. شوف هذه ملعقه من حديد نضعها هنا، ثبت ولا ما ثبت؟ الحمد لله على نعمه العقل. طب دقيقه، الحين وش الفائده اذا خذينا اللقاح وعامر ما خذه؟ مشينا. يا يبا كيف تضحي بالعائله كلها وتسمح لهم يعبثون بالحمض النووي حقنا؟ وانت تعرف وش معنات الحمض النووي؟ الصدق لا، بس انا متاكد انهم بيلعبون فيه. بعدين تدري يا يبا ان اللقاح هذا ما اخذ حقه بالاختبارات؟ والله لو مو بآمن يا حكوماتنا ما دخلها للبلد. انا علمتكم وانتم كيفكم، ترى بتموتون بعد سنتين، جماد الاخر يوم 6 الساعه 6، انا قاريها بتويتر. طب الحين لو كل العالم ماتوا تقعد لحالك ايش بتسوي؟ اجلس لحالي وفلها واخذ اغراض العالم كلها وجوالاتهم وسياراتهم واستانس. مشينا. وخر. كيفكم؟ انا علمتك يبا. مين؟ ستندمون. اذهبوا الى لقاح الموت. اي مين قال سينما؟ سينما وقت كورونا. لا تخاف يا ابن الحلال، ما يدخلها الا المحصرين. يا عيال الموضوع يدق. لا ترد، خله يدق لين ينهبل. طيب يا حبايب، دام الموضوع فيه له سينما، انا قبل السينما بدي اضبط احلى بالرتشاهي. حط حبك معك. ها اوف اوف اوف، اما يعطيني مشغول ذا الورع. انا اوريك يا شكش. طيب خلنا ندق على السبك كفته. المنبوه يتصل، اقفل في وجهه. لا يا ابن الحلال، اسمع رد عليه وصرف اي تصريف، لان لو ما رديت عليه بيدقدق لين يصدن ويفقع روسنا. هلا عامر. هلا كفته. شلونك؟ الحمد لله بخير. وينكم؟ ادق عليكم لي كم يوم ولا تردون ولا شيء. مشغولين. مشغولين بوشو؟ انتم بالاستراحه؟ لا احنا منا في الاستراحه. انا في الجنوب وشكوش في جدة، عزوز في مكة، ياسم نعرف فيانو
على الشاهي عجب، نعناع على الشاهي عجب. يلا يلا عامر، امي تناديني، هيا هيا مع السلامة. اجل ام كفته بصوت عزوز، انا اوريك يا كفته. المبوجة المبوجة، اشرج ادهس، اطلع 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 اطلع. تفضل 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 تفضل. توكلنا يا ابوي توكلنا. ماني بداخل بس بكلم العيال، انا اوريك انت وياه. يا ابني سريرك، روح اطعم زي الناس والبس كمامه وبعدين تعال. لا يا شيخ، شايفني زيكم ملعوب علي. ايه عمده لا تدخله، اجتهد المبوء هذا. من غير توكلنا ما في دخول نهائيا. انا داري بس النت فاصل ولا محمله ومطعم وكل شيء، عادي اوريك يا بكره. من غير توكلنا قلنا ما في دخول نهائيا. اجل توكلنا على الله. من جدكم يعني اجلس الاجازه كلها لحالي؟ والله ما نقدر نمسك خط اكثر من 1000 كيلو سياره واحده مع واحد موبو. يا وليدي الاجازه توها، يعني يمديك تاخذ التطعيم وتجي معنا، بعدين الاجازه هناك ما لها اي طعم بدونك. لقاح ما بماخذ خبل، انا خبل عرض نفسي للتهلكه، ما انا بخبل انا يمه. وخر عنها معامل، وخر عنها. بسم الله عليك انت مسخن؟ لا ما فيني شيء. احب ابو شرط مش كورونا. داري اصلا ما في شيء اسمه كورونا. طب اتفضل بس كده البس الكمامة. البس وشو؟ البس الكمامة، انت في مستشفى ومش مطعم ودواء بقى مفيش فيه هزار. دكتور وملعوب عليك بعد، الله يخلف. بس هلا بالعينين، هلا ولد عمي هذا تو جاي من الرياض. انا جاي من الرياض، سمعت انه في كورونا قلت بجي اطمن عليه. اي كورونا يا حبيبي انت لا تصدق. ها شوفوني مخالطة جنبه، وين الكورونا؟ يا عيال ترى ذا ما يوم بشيء اسمه كورونا. ابدا ما امن بكورونا، وكح بالله كح فجاه. هلا بالعيال. جلسنا جلسنا. يلا حيا الله من جانا. الله يحييك، عاد تدري انك عاجبني، لا لبست كمامه ولا سويت احترازات ولا صدقتهم. جايته كورونا انا قبل. لا حول، حتى انت ملعوب عليك يا حبيبي. ما في شيء اسمه كورونا. وشلون ما ابوه وانا جيت قبل والحين انا بي كورونا؟ ترى انا كنت مثلك ما اعترف بالاحترازات ذي. انفلونزا، هذه انفلونزا يسجلونها حالات كورونا. وش فيك انت؟ لا تصير خبل مثلهم. ها قلت ذا؟ اكيد يا ابن الحلال. علشان هالعنوه غداك بذا. لا والله ما يمديها يا ولد العم، انا جايك صد رد من الرياض، عندي اشغال. لكن شوف الوالد بحب راسه. ابشر الحين شوفك الدرب. ديري بد ديري بد يمه يبا، ما قلت لكم انه ما هي بكورونا وكذبه. عامر روح لغرفتك لا تطلع منها. وليه زابنا ورا الكنب؟ شفتك مصور سناب مع صالح وهو مصاب بكورونا، لا تقرب انت شكل خطر على العائله. ايه يعني الدعوه تحجير ها؟ لا تقرب. انا رئيس التحجير لعب. تحجير، انا علمت الكورونا، انا اوريك. يا مريض تعالي. المريض انت اللي يفكرون فيه كورونا. والله يا البليه العالم صدقه، لكن بكره يندمون ويعرفون اني انا الصح وهم الغلط. بعد اذنك. الحمد لله. بس يعني وشلون؟ ما اقدر اشوفه ولا حتى اكلمه. ما انت بشايفته، لا ما يعقل ويصير رجال ويطعم ويلبس كمامه بعد.
شوف اليوم طالعين والعيال احلى اكلات ومكرونه وسلطه وعصير تحركات. ثاني ايش فرقك ما بين تكسير؟ اه كم كم 2-4 تعادل. ان شاء الله النصر بياخذ الاسيويه الطير رايحين المايه وان شاء الله ما تاخذوها. رايحين الملعب ننبسط وفي بعض الناس تفرجوا مباراه عن بعد وبعض الناس بيموتوا من قهر. كلامني مقتنع. والله ما اشوف الحالي انا اوريكم. ها كم كم اقول عندك تطبيق توكلنا. انت مفكر نفسك بسوق ترى كافي يا اخي. انا عندي تعليمات ما حد يدخل عندي الا بتوكلنا. طيب تكفى بس شغل الله. اقول لك ولا هجمه. ها بشر خذيت الجرعة الثالثة ولا باقي؟ ايه خبرك عتيق انا اموري كلها طيبة. خشيت باخذ لي موعد لقيت موعد اليوم الثاني في غرناطة خذيته والحين تب التب. وانت وش صار عليك؟ والله الحمد لله انا خذيت الجرعة الثالثة ولو في جرعة رابعة بعد ناخذها. ايه هذا مرض والله انه خبيث. اي والله الله يكون في العون بس. هلا خليفة مؤيد من زمان عنكم. المبروك انحش يا ولد. سلامات وراهم انحاشوا ذولي مجرب انا. تعال يا ابو جرعه. وحدي وحوادي زحمه سنين وذكريات ساكت انادي لمن انادي لا حياه. هلا والله خان كيف الحال وش اخبارك؟ طيب من زمان ما شفتك. تصدق اخر مره شفتك فيها يوم تيجي تصلح جبس ببيتنا. يبغى جبس جديد ارسل بابا. لا 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 انا شاطف من هنا وقلت ببر عليك اسلم عليك اشتقت لك وفاضي ما عندي شيء. بس ليش انت ما في لبس كمامه؟ ها مصدق انه في كورونا يا اخي. انا بابا موت من كورونا، خالي موت من كورونا، نص قريه بالباكستان موت من كورونا، كيف انت كله ما في كورونا يا ابن الحلال؟ كله نصب، لا يكون تطعمت بعد. انا شيل واحد هنا وواحد هنا، باقي ثالث بعد يومين، انت شيل الغتيم ولا لسه؟ لا انا ما في شيء، ولا انا بشايل، مهبول انت، مهبول اشيل، كل نفر هذا موت بعد سنتين. يا اخي يلا، روح برا، ما في تدفين، ما في دخل هنا. تطردني! يا اخي ما في دخل هنا مرة ثانية. يلا ايوه. انا ضيفك انا. يلا روح روح. انا ضيفك. اصبر دقيقة. دقيقة عالي. اصبر. وش ذا؟ قطعها. لو سمحت توكلنا. ما معي توكلنا. لازم توكل الله عليك. هلا شكوش. هلا ايش تبغى يا موفو؟ يا ابن الحلال ما ابي اشوفكم. ايش تبغى؟ ابي زبيرية. اوكي بس دحين مشغول بعد ساعتين ابشر. مو مشكله بعد ساعتين ابرسل لك موقع المحل واذا وصلت عنده كلمني فيديو. اوكي ايش رايك في هذه؟ لا 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 هذه مو بزينه ورني غيرها. لف لف الكام يمين. اي هذه ممتازه. هذه ممتازة جبها يا محمد. أبغى الزبيرية هذه. أخلص علينا يا بزر أرجم. موبو ما دامك كذا موبو يا موبو خذ الزبيرية حقتك. الثانية خذ. سطحتها يا ورع. أنا أوريك شلون أجيب هذه. وش ذا يا ولد؟ وش جاني أنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا جهز نفسك، يا بيجي الاسعاف نبي ناخذك المستشفى. يا يبا قلت لك ما هي بكورونا، ابى اخذ مسكر وبطيب. انت جالس مع صالح، وصالح مصاب، وصالح الحين بالمستشفى، نبي نوديك غصب ولا طيب. يا يبا قلت لك ما هي بكورونا، شويه حراره باخذ مسكر وبطيب ان شاء الله. اسمع الكلام، نبي نوديك يعني نبي نوديك. استريحوا استريحوا تفضلوا. دكتور طمني، وشلون ولدي؟ ادعوا له يا جماعه، تاخرتوا جدا، كان المفروض تجيبوه هنا اول ما كانت ظهرت عليه اعراض كورونا. بس هو ما كان معترف بكورونا اصلا. ممكن نشوفه يا دكتور ولا من بعيد؟ للاسف ممنوع. وبعدين يا جماعه انتوا ايه اللي جايبكم هنا؟ انتوا كبار في السن، الافضل ان انتوا تروحوا وتتصلوا تطمنوا عليه بالتليفون. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب تنجي ولدي، يا رب يا رب تنجي، يا الله الله يشفيك يا عامر.